مرحبا، أنا اسمي نوشان أوكور. أنا أعمل في دائرة العلاقات الدولية في برنامج مافلانا لتبادل الطلاب. تأسس برنامج مافلانا في عام 2011 من قبل وزارة التعليم العالي. هذا البرنامج وفر للطلاب والأساتذة إمكانية الذهاب إلى الدول الأخرى من أجل التعليم، وأن هذا التبادل يختلف عن غيره كثيرا، حيث أنه يشمل العديد من الجامعات في العالم وفقا للعديد من الاتفاقيات الموجودة بين الجامعات في العالم. فمثلا يتم تبادل الطلبة من روسيا إلى كازاخستان، أو من اليابان إلى أمريكا، أو من فلسطين إلى قرغيزستان. وقد وقعت جامعة الأناضول 30 بروتوكول مع الجامعات الأخرى خلال سنتين الماضيتين، والعدد في تزايد مستمر. ومن ناحية الطلاب الراغبين بالقدوم إلى جامعة الأناضول عن طريق برنامج مافلانا للتبادل، فهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر. أولاً، هي أن تكون الجامعة التي يدرسون بها مشتركة في نظام مافلانا، بالإضافة إلى ضرورة تقديم طلب الإدارة للجامعة مع درجة لا تقل عن 2.5 من أصل 4 من أجل دراسة البكالوريوس، ودرجة لا تقل عن 3 من أجل دراسة الماستر والدكتوراه. يجب أن يكون عند الطالب شهادة لغة في مستوى معين. وأيضا يتم تقديم قائمة بالطلاب الراغبين بالقدوم للدراسة في جامعة الأناضول إلى وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تقوم الوزارة بترتيب الأسماء وقبول عدد من الطلاب على حسب الأماكن المتاحة وفقا لنظام مافلانا. يتم تنظيم جميع الأمور للطلاب قبل مجيئهم من ناحية السكن وغيرها. ويوجد أيضا برامج توجيهية للطلاب القادمين على مدار 3 أيام يتعرف الطالب فيها على الحرم الجامعي والتأقلم مع المدينة. وأن جميع الطلاب الذين يأتون إلى جامعة الأناضول عن طريق نظام مافلانا مسرورين وسعيدين جدا بقدومهم إلى هنا، ونحن أيضا سنكون مسرورين بالطلاب الجدد القادمين إلى جامعة الأناضول.